شام تعرفنا والأصحاب لقينا، وين ما ظروف أصعاب لاذن بينا، وميمنسية دورة العيبة والخطا والسيء، مع غوش غوش أجواد من بادية، وبينا دارت في قديم سنينا. الكزة شهير النقب والبيتية، أصحاب المواقف والزعامة فينا. نحن عبد السلام ونصر البجاوية، حق ليبيا فيما مضى وفينا، وما زال لنا صولات مش شوية، عواقير يا كبدي وما ذلينا. الشام تعرفنا والأصحاب لقينا، وين ما ظروف أصعاب لا ذنبينا. صارت هزة وبيعة كبيرة كيف بيعة غزة، لكن الها عبد الحميد الكزة بإذن الكريم اللي عليه عبينا. يردع الميل وهدي حزة، راجل يخاف الله يعرف دينا. يبان الجمل والحجو وان الفزة، نهار المكوغط في الأوذان زنينا. ويا من صلت على جواد تهزة، بكرة يجي كم يوم ويورينا. ريت كم طاغي كم جيشة دزة لنا، وروح على كتوف جرينا. اليوم حلقتنا عن عائلة من عائلات بيت زديدي في قبيلة العواقير، اللي كان لها دور بارز في جهاد المحتل الإيطالي. وحلقتنا عن عائلة الكزة اللي يرجع نسبهم لجدهم محمود الكزة، عائلة كان لها دور بارز في بقاء الحركة السنوسية في برقة، واللي كان أبرز رجالها بوشنيف الكزة، ومنها المجاهد والشاعر عبد السلام الكزة اللي كان له دور كبير في جهاد المحتل الإيطالي، مع بقية آل الكزة اللي كتبوا تاريخ بأحرف من نور. خلوكم معنا. الشام تعرفنا والأصحاب لقينا، وين ما ظروف صعاب لا ذنبينا. وميمنسية دورة العيبة والخطا والسيء، مع غوش غوش أجواد من بادية، وبينا ضارت في قديم سنينا. الكزة شهير النقب والبيتية، أصحاب المواقف والزعامة فينا. نحنا عبد السلام ونصر البجاوية، حق ليبيا فيما مضى وفينا. وما زال ان الناس اولات ميش شويه، عواقير يا كبدي وما ذلينا. الشام تعرفنا والاصحاب لقينا، وين ما ظروف صعاب لا ذنبينا. وصارت هزه وبيعه كبيره كيف بيعه غزه، لكن الها عبد الحميد الكزه باذن الكريم اللي عليه عبينا. يردع الميل وهدي حزه، راجل يخاف الله يعرف دينا. ويبان الجمل والحشوان الفزه، نهارا مكوغط في الوذان ظنينا. ويا من شمت على جواد تهزه، بكرة يجي كم يوم ويورينا. ريت كم طاغي قبل جيشك دزه لنا، وروح على كتوف جرينا.